السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة أكلات أم محمود. إخواتي وحبايبي، النهاردة إن شاء الله بإذن الله هعمل لكم طريقة حلو بلح الشام محشي بالكريم شانتيه. فهقول لكم على المقادير. المقادير عبارة عن كوباية دقيق وكوباية مية واثنين بيضة وربع كوباية زيت. طبعا أنا كوباية المية اللي هي بتاعت بلح الشام هي وربع كوباية الزيت حطيتهم على النار يغلوا، تمام. هنا في كوباية مية وربع كوباية الزيت دي، تمام. دلوقتي هنضيف عليها كوباية الدقيق وهو بيغلي، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخلهم كده ببعضهم لغاية ما ايه تتكون لنا عجينة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عجينة طرية، تمام كده. هضطر افصل النار دلوقتي، خلاص العجينة دخلت في بعضها وايه، وخلي العجينة لما تبرد هنقولها من الحلة السخنة وحطها في معون عشان ايه تبرد، عشان نضيف عليها ايه البيض. دلوقتي انا هنا عملت كوباية سكر للسيرم، كوباية سكر وكوباية مية، وعصرت عليها نص ليمونة وغليتها وخليتها تبرد، تمام. دلوقتي انا العجينة دي اخليها تبرد شوية وبعد كده عشان نضيف عليها ايه، نضيف عليها البيض ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني يا حبايبي واخواتي. دلوقتي بردت معايا العجينة، هنضيف بيضة بيضة دلوقتي ان شاء الله ونعجنها. بسم الله الرحمن الرحيم، نلم اول واحدة بس واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، نضيف عليها الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. بس ما تنسونيش يا اخواتي حبايبي تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس واكتبوا لي تعليقاتكم، ولو اي اكله بتحبوها اطلبوها مني وانا ايه مستعده ايه انفذها لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة الثانية، البيضة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تاخد مثلا بيضة واحدة أو بيضتين صغيرين، ينزل بيض كثير كبير كده ايه، تاخد وقت لما تتشرب تاخد في بعضها.
حطينا الزيت على النار بس مش عايزينه يغلي، يبقى ايه يكون بارد يعني ادوبك منمن منين عشان خاطر ايه ما يتشويش بلح الشام. انا عشان كده باخد وقت فيه على بال ما ايه يعني يطفى الزيت بسيط، وبعد كده ايه نقطع بلح الشام. بس على كده معايا كده ايه نحط ال وهو بارد الزيت مش عايزينه يسخن. والطول زي ما انت عايزه يعني زي ما انت عايزه تطوليها تقصريها زي ما انت عايزه، بس ايه مش هنحركه، هنخليه على كده لغاية ما ايه يمسك نفسه اهو. حاجة ثانية عشان خاطر ايه ما نزنكوش في بعض، تمام. بعد ما نقلل النار شوية ودلوقتي دول اللي حمروا في الاول حطيناهم في الشربات بعد ما طلعوا من الزيت وخديتهم يبردوا شويه عشان خاطر ايه نحشي الكريم كريم شانتيه. دلوقتي معانا دول خلاص حمروا برضو هنطلعهم نحطهم في الشربات وايه وهن نطلعهم نصفيهم. حطيناهم في تمام كده اهو. بعد ما شربوا الشربات بعد كده ايه نطلعهم هنا يصفوا تمام. بعد كده اهو كده ايه من السيرم بتاعهم. بعد كده هنجيب ايه دول اللي بردوا تمام. انا طبعا ايه فتحت فتحه بالسكينه هنا اهو عشان خاطر ايه نبتدي نحشي الكريمه شانتيه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. تمام اهو لو عندك مكسرات برضو ممكن تضيفي له مكسرات على الوش هيدي له طعم جميل وشكل اجمل ويفرحوا بيه ايه الاولاد تمام. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسنيش اخواتي حبايبي
بلايك وشير وتفعيل الجرس، ومستنية تعليقاتكم. طبعا دول انا مستنياهم دول لما يبردوا عشان خاطر ايه احشيهم. انا حبيت بس اوريكم الشكل النهائي بتاعهم كده اهو، تمام. وادي الشكل النهائي بتاع بلح الشام بالكريم شانتيه. طبعا دول انا مستنية لما يبردوا عشان خاطر ايه افتحهم واحط لهم الكريم شانتيه، تمام. اخواتي وحبايبي، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. لو عندك مكسرات تضيفي لهم مكسرات، انا ما عنديش مكسرات بصراحة. لسه سخن شوية، ده لما يبرد نعمله زي كده. أرجو أن هي تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي تعليقاتكم وتدوني آراءكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.